بصوا بقى يا جماعة، أنا جبت اللبس ده لتيتو، تعالي نفاجئه كده ونشوف رد فعله. تيتو بصي بقى أنا جبت لك إيه. بصي بقى أنا عايزاك بقى دلوقتي هقيس لك حاجة حاجة كده وتقول لي إيه رأيك بالظبط. جايبة لك كل الحاجات اللي أنت بتحبها. ماشي صاحبي؟ مبسوط يا صاحبي؟ أنا بحبك. يلا قول لهم بقى قبل ما نروح نشوف الفيديو، ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك لا لايك لايك شير كومنت فعلوا زر الجرس. لقايا احلى لقايا احلى صاحبي. جيف مي فايف جيف مي فايف. جامد راجل يا عم، اقوى يا عم. ايوه كده كده هتضربني كده كفايه. ايه لا انتي لا انا عارفه. يلا بقى تعالى افرجك الحاجات دي حاجه حاجه كده وقولي رايك. ماشي صاحبي؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اول حاجه معانا بص بقى يا تيتو، ده كده بنطلون على سبايدر مان وكمان جاكيت كده جينز. يلا بينا نقيسهم. يلا نقيسهم ونجربهم ونشوفها على قد تيتو ولا لا. اكيد اكيد انت عارفه ان انا عارفه مقاسك صح صاحبي. يلا بينا نقيس يا صاحبي. يلا بينا. واو على الحلاوه والشيك على سبايدر مان لف. اوبا ايه الحلاوه دي صاحبي؟ اوه حلو قوي صح؟ جامد ولا مش جامد؟ جامد. جامد؟ عجبك؟ مبسوط؟ اهم حاجه. يلا بينا نغير ونلبس اللي بعده. اوكي يلا بينا يلا بينا يلا بينا. مبسوط صاحبي؟ يا حياتي. بص اهم حاجه عندي انت تكون مبسوط وبتضحك. ماشي صاحبي؟ ده تحاول سبايدر فاهم. بصوا بقى يا جماعه تاني طقم معايا، هو تيشرت هالك كده لونه اسود وكمان عليه بنطلون لونه اسود، وبقى جبت عليه الجاكيت ده اللي هو الاحمر في اسود. ده كده طقم. يلا نقيسه. جاهزه؟ يلا بينا يلا اللي بعده. بصوا بقى كده يا جماعه، ده الطقم كده من غير الجاكيت. لف كده بقى اديني بروته. اوكي لا الف ما فيش حاجه ورا كده. وقول لي بقى مين الشخصيات بقى اللي على التي شيرت؟ هالك كابتن امريكان وده ايرون مان. انت عسل. تعالى بقى نقيس الطقم الجامد ده بالايه؟ بالجاكيت. يلا بينا يلا يلا. ايه رايك بقى في الطقم كامل على بعضه؟ جامد. انت اللي جامد والله، انت اللي عسل. لف 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 وريني حلاوه. الله لف بقى قدام. ايه الجمال ده؟ واو لا ما تضغش ما تضغش عشان ما تضغش. حلو قوي. غزل قالت لك بس يا غلسه. وريني بقى. جامد يا صاحبي. جامد 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 جامد. ايه؟ روعه. روعه؟ انت اللي عسل والله يا تيتو. حلو عجبك ده؟ يلا روح اوري بابا الطقم. تعالى يلا على طول. قول لي بابا قال لك ايه. ها؟ يلا. يا جماعة بقى ده الطقم اللي بعده، جاكيت كده لونه أزرق وبنطلون جينز وتي شيرت كده أزرق في الألوان، يعني يبقى كله كده على بعضه. ممكن يلبس ده على بعضه لو الدنيا مش ساقعة قوي، ويلبس الجاكيت بقى لو الدنيا ساقعة قوي. طبعا غزل أعشقك أنا يا جزمة، بعشقك بحبك حب جنون أقسم بالله بحبك. بابا قال لك إيه؟ اتنين الله وقال أنا أحلى حاجة في الدنيا وأنت أحلى حاجة في الدنيا. يلا نقيس اللي بعده. يلا اللي بعده. يلا بينا. فرحان فرحان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هالك طلع. هالك اضربنا. يلا يلا اللي بعده يا تيتو. يلا اللي بعده. يلا ايوه 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 على الجمال. قوم اقف يا عم وريني يا عم. بص بص بقى الحلاوه دي بقى كده كده الطقم ده كده من غير جاكيت. او 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 استنى يا تيتو استنى 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 اقف استنى. ايه رايك في الطقم ده؟ جامد؟ اقسم بالله انت اللي جامد، انت اللي عسل. ده المقاس بتاعك. اطلع ارجع كده شويه عشان نشوف بس الشكل عليك ايه. واو تعالى بقى نشوفه كده. بصوا الحلاوه. مين الولد القمر ده؟ ايه ده انت بتعمل ايه كده؟ يوجا. اوه انت بتلعب يوجا؟ ها انت بتلعب يوجا؟ برافو. طب يلا قوم نقيس بقى الطقم ده بالجاكيت ونشوف بقى ايه شكله. يلا بينا. يا ايه ده 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 ايه ده. يلا بينا. خلي بالك تتخبط. لا خلي بالك تتخبط خلي بالك تتخبط. يلا بينا يلا. اوبا الطقم الجامد يا ولد يا ولد. الطقم الجامد يا ولد يا ولد.
انزل تضحكي كده يا شباب. ولا الطعم الجامد ده، ولا ده، ايه الحلاوه دي، ايه العسل والجمال ده. ايه رايك بقى تروح توري بابا؟ ماشي يلا روح وري بابا وقولي بابا هيقول لك ايه. يلا قول له ايه رايك يا بابا، شوف هيقول لك كام في الميه. ماشي تعالوا بقى كده نشوف الطقم اللي بعده يا جماعه. هنلبس التيشيرت ده اللي هو باتمان، اوكي، وعليه الجاكيت ده اللي هو لونه زيتي، وهنلبس عليه البنطلون الاسود. يلا بينا نشوف. زيتي الجاكيت الزيتي اهو، وبس كده. يبقى احنا كده ايه، ونشوف بقى وانتوا قيموا في الاخر وقولوا لي ايه اكتر طقم عجبكم. ايه قال لك؟ ايه قال لي؟ ايه كتير حبيبي. يعني ايه؟ كتير حبيبي حبيبي حبيبي. يعني حلو. قال لك ايه يا تيتو؟ حبيبي حبيبي حبيبي. قال لك حلو حلو حلو. طب يلا بينا نشوف اللي بعده. الله يا تيتو، ده حلو قوي 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 عليك، صح؟ جميل قوي. الاذان بيأذن، ماشي صح؟ تعالي نقفل الكاميرا ونرجع لهم بعد الاذان، ماشي؟ اوكي؟ يلا بينا. بصوا بقى يا جماعه الطقم الجامد ده، بعد كده ما لبسنا الجاكيت، وهو اصلا المفروض يا جماعه بيبقى كوت، يعني بيبقى طويل عشان ما حدش يفكر ان هو كبير يعني. بس احنا بنجيبه الهدوم كبيره بتاعه الاطفال، لان هو دي فتح الله مش لابس حاجه كده. احنا في الشتاء بابا بيلبسه ما شاء الله ترنجين تحت الهدوم، فعشان كده جايبه الحاجه واسعه شويه، فعشان ايه ما تبقاش ضيقه عليه، صح يا تيتو؟ قول لي بقى يا حياتي الحلاوه دي، تعمل ايه يا تيتو؟ يوجا. يوجا؟ طب بص بقى، عايز اسالك سؤال. قوم اقف. انت كده لبست ثلاث قومه، صح؟ ممكن تقول لي اكتر طقم عجبك انهي واحد؟ سبايدر مان. سبايدر مان. وايه؟ انت لبست اربعه، سبايدر مان واللي هو بتاع الهالك، والتاني اللي هو الازرق بتاع الجاكيت الازرق، والربع ده اللي هو بتاع باتمان. انهي احلى واحد عجبك بقى؟ كله. طب لسه في حاجه ما وريتهالكش على فكره، ماشي؟ تعالى نشوفوها. تعالوا يا جماعه نشوف ايه في الكيسه ده، يلا بينا. تعالوا كده، ايه ده الكيس عايز يتفتح؟ تعالوا كده، تعالوا ندخل، تعالوا ندخل كده كده كده، يلا بينا. افتح، امسك الكيس، امسك الكيس، امسك الكيس، ها امسك من تحت عشان اعرف اطلع. شد، ايه ده انت مش راجل؟ ايه ده انت ما بتاكلش ولا ايه؟ لا فين العضلات؟ بالراحه، فين العضلات يا عم؟ استنى استنى، مش عارفه اخلعها. استنى استنى يا تيتو، استنى، مش عارفه يا غزل. شدي معايا يا غزل. الاثنين. ايوه كده. بصوا بقى يا جماعه، واو، ايه رايكم في ده بقى؟ تعالوا ابصوا لك يلا وشوفوا شكله ايه، رايك هيعجبك ولا لا؟ يلا بينا، يلا. بصوا بقى يا جماعه ايه الحلاوه والجمال، ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي؟ قمر قمر والله عجبك. طب بص بقى، انا بتمنى ان الحاجه كلها تكون عجبتك، وان انت تكون مبسوط. مبسوط اكيد. الحمد لله، قول الحمد لله. انا بحبك قوي يا تيتو، وعايزه اقول لك على حاجه، ان انا والله بحبك قوي قوي، وبحبك زي يزن وغزل بالظبط، ماشي؟ انت بتحبني؟ تحبني اكتر حد في الدنيا، ولا في حد بتحبه اكتر مني؟ انت اكيد. وانا كمان والله يا روحي احبك قوي 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 يا تيتو، بحبك قد العالم كله كله، واهم حاجه في الدنيا ان انت تبقى مبسوط وفرحان. مبسوط؟ ماشي. يلا بقى اقول لهم في اخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللبس كمان يكون عجبكم، واختاروا بقى انهي طقم عجبكم من الاربع تقومة، اول او واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، ماشي؟ ولا ستة ولا سبعة، اوكي؟ وقبل ان احنا قبل ما نروح بقى نقول باي باي، ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك شير وكومنت، فعلوا زر الجرس، اشتركوا مع ايه احلى وسلونا 2 مليون، واشترك، ويلا بينا اقول لهم ايه؟ حياتك تحلى. ايه احلى حياتك تحلى. باي باي. اي لاف يو تيتو. قول لي اي لاف يو تو. اي لاف يو. بص غزل، بص بتهزر. تعال يلا تيتو قول باي. باي.